بتكلفة 2 مليار دولار وعلى مساحة 216 هكتار، يتربع مركب الصلب بولاية جيجل، ثمرة شراكة جزائرية قطرية. أهمية الشراكة العربية العربية تقتصر في أن يكون لنا دور في المشاركة في الاقتصاد الوطني وإبراز نجاحات قطاع الصناعي في الجزائر، وحابين نرتقي بهذا القطاع أو نشارك في ارتقاء هذا القطاع للتنافسية العالمية. بقدرة إنتاج تصل إلى 2.5 مليون طن سنوياً، استطاع المركب تلبية حاجيات السوق الوطنية وولوج السوق العالمية. تمكنا من تحقيق 140 مليون دولار كرقم صادرات خلال سنة 2022، حوالي 200 ألف طن من منتجات الحديد والصلب، ونطمح في هذا المجال أيضا لنصل إلى الرقم المحدد سلفا والمسطر في ميزانية 2022 ببلوغ عتبة 220 مليون دولار. وفي هذا الإطار تمكنا من استهداف العديد من الأسواق الدولية في أوروبا وآسيا وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. وحدة الاختزال المباشر للشركة الجزائرية القطرية للصلب هي أكبر وأحدث وحدة اختزال مباشر في العالم بالتكنولوجيا الأمريكية ميدراكس تكنولوجي، وهذا بطاقة إنتاجية تقدر ب 2.5 مليون طن سنويا، وطاقة إنتاجية ساعية تقدر ب 312.5، وبمنتوج ذو جودة عالية. رانا واقفين على عملية الإنتاج بوحدات الصار التي يكون الإنتاج بها مستمر 24 ساعة على 24 ساعة، وكل الشباب والكفاءة الجزائرية في تحدي مستمر لرفع الإنتاجية وقدرة الإنتاج. بفضل الدورات التكوينية في الشركة سمحوا لنا باش نطور مزيد من المعارف، وهذا ما أثر إيجابا على مردودنا في الشركة. هذا وسيعرف المركب عملية توسعة مستقبلا. الآن احنا مركزين على تطوير قطاع التشييد والتعمير، والأهم بالنسبة للجزائر الآن اللي هو تنويع المنتوج لدعم الشركات، مثل اللي هو شركات تصنيع السيارات إن شاء الله في المستقبل، تصنيع السفن. احنا نتكلم على يجب أن يكون منتوج تقبله الدولة الجزائرية، تقبله الصناعات الجزائرية، يستفيد منه المواطن، وهذه الدراسات اللي احنا نقوم فيها الآن. فإن شاء الله احنا الآن في مرحلة التطبيق للدراسات. هذه العملية ستضاعف كمية الإنتاج لتصل إلى 5 مليون طن سنوياً.